بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. أهلا بكم طلاب وطالبات الصف الثالث الابتدائي في درس جديد من دروس مادة الرياضيات. في هذا الدرس سوف نتكلم عن دروس من دروس الفصل الحادي عشر وهو ثاني درس يوجد لدينا. الدرس هو عبارة عن الكسور كأجزائم الكسور كأجزاء من مجموعة. نلاحظ هنا فكرة الدرس. اكتب الكسور كأجزاء من مجموعة أشياء واقرأها. في الدرس الماضي اخذنا كتابة الكسور كأجزاء من الكل. وفي هذا الدرس سوف نأخذ مجموعات ونكتبها على طريقة كسور. استعد نشاط عملي. يمكن ان اعبر بالكسور عن جزء من مجموعة اشياء، كما يمكنني ايضا استعمال قطع العد لكي افهم ذلك، اذا لدينا هنا مجموعة اشياء، لدينا كرات باللون الاحمر وكرات باللون الاصفر، طلب مني سؤالا ما لون القطع التي يمثلها الكسر ثلاثة اخماس؟ إذا، طلب مني معرفة الكسر الذي يمثل ثلاثة أخماس. ما هو الكسر الممثل لثلاثة أخماس؟ هل اللون الأصفر عند كتابته سوف يصبح لدينا ثلاثة أخماس أم اللون الأحمر؟ أحسنتم! اللون. الأحمر، لأن لدينا هنا ثلاث كرات حمراء، وعدد المجموعة كامل خمسة ثلاثة أخماس. إذاً ما اللون الذي يمثله الكسر ثلاثة أخماس؟ صحيح اللون الأحمر. إذاً الأحمر هو الذي يمثل الكسر ثلاثة أخماس. ننتقل إلى سؤال آخر. ما الكسر الذي يعبر عن عدد قطع الصفراء من مجموعة قطع العد؟ من يستطيع أن يكتب لنا الكسر الذي يمثل القطع الصفراء؟ أحسنتم، في البداية سوف أضع كسر، ماذا أضع في البسط؟ عدد الكرات الصفراء كم لدينا؟ اثنان! وعدد المجموعة كاملة صحيح، خمسة أجزاء، إذاً اثنان من خمسة أو يقرأ بخمسان، كيف أقرأ هذا الكسر؟ خمسان اثنان، إذا خمسان يقرأ، الكسر الذي يعبر عن قطع عن عدد القطع الصفراء من مجموعة قطع العد يسمى خمسان. وبهذا الشكل استطعت أن أكتب هذا الكسر في البسط اثنان كرتين صفراء وفي المقام الأعداد أو المجموعة كاملة واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة كما في هذا الكسر هنا عدد القطع الصفراء في البسط وعدد القطع كلها في المقام ننتقل إلى مثال أو سؤال ثالث: ما لون القطع التي يمثلها الكسر ثلاثة أخماس، أو ثلاثة من خمسة؟ من يستطيع أن يوجد لنا ما لون القطع التي يمثلها هذا الكسر؟ هل الحمراء أم الصفراء؟ انظر إلى البسط، ثلاثة، أي من هذه المجموعات يحتوي على ثلاثة؟ صحيح. أحسنتم، إذن ثلاثة أخماس يعبر عن اللون الأحمر. ننتقل إلى سؤال آخر، اكتب الكسر الذي يدل على اثنين من خمسة. ما هو الكسر الذي يدل على اثنين من خمسة؟ اثنين من خمسة. الكرة الصفراء أم الكرات الحمراء؟ في البسط اثنان، وفي المقام خمسة. أحسنتم! يدل على الكرات الصفراء. إذاً، يدل على الكرات الصفراء الكسر اثنان من خمسة، ويكتب بهذا الشكل: اثنان من خمسة. مثال من واقع الحياة، اكتب الكسور واقرأها. في هذا المثال، "على غصن شجرة ثلاثة عصافير" على الشجرة ثلاثة عصافير بينما يحلق رابعها أعلاها إذا ثلاثة عصافير على غصن هذه الشجرة وواحد من هذه العصافير قام بالتحليق، ما المطلوب مني أن أجيب عليه؟ السؤال الأول: ما الكسر الذي يمثل عدد العصافير التي تقف على الشجرة؟ انظر إلى العصافير التي تقف على الشجرة أمثل العصافير التي تقف على الشجرة بقطع صفراء، إذاً سوف أقوم بتمثيل كل أحد من هذه العصافير الواقفة على الشجرة بقطع صفراء، وكذلك والعصافير التي تطير أعلى بقطع حمراء، إذاً ننظر العصفور الأول ماذا به محلق أم واقف على الشجرة؟ أحسنتم، واقف على غصن الشجرة. سوف أمثله بقطع صفراء بهذا الشكل العصفور الآخر محلق أم واقف على غصن الشجرة؟ أحسنتم هذا العصفور قام بالتحليق فوق الغصن سوف أمثله بقطع حمراء وهذا العصفور الثالث ماذا به واقف على غصن الشجرة أم قام بالتحليق؟ صحيح احسنتم اذا واقف على الشجره سامثله بقطع صفراء واخر عصفور لدينا على الشجره هل يعتبر حلق ام واقف على الشجره صحيح اذا واقف على غصن شجره ممثله بقطعه صفراء او حمراء صحيح اذا سوف امثله بقطع صفراء لانه واقف على غصن الشجرة كيف أكتب هذا الكسر؟ لدينا ثلاثة عصافير تقف على غصن الشجرة سوف أكتب في البسط كم؟ صحيح ثلاثة وفي المقام عدد المجموعة كاملة كم؟ لدينا صحيح حسنتم إذن سوف أكتب ثلاثة من أربعة بهذا الشكل عدد العصافير التي تقف على الشجرة ثلاثة، وعدد العصافير كلها أربعة، إذا ثلاثة من أربعة عصافير يقفون على غصن هذه الشجرة. كيف أقرأ هذا الكسر؟ كيف أقرأ هذا الكسر؟ صحيح ثلاثة أرباع ثلاثة أرباع بهذا. الشكل ثلاثة أرباع، واقرأه ثلاثة أرباع. أحسنتم. إذا قمنا بقراءة هذا الكسر من خلال البداية في البسط ثم المقام ثلاثة أرباع. ننتقل إلى السؤال التالي: ما الكسر الذي يمثل عدد العصافير التي تطير فوق الشجرة؟ سوف نرجع إلى الصورة مرة أخرى. ماذا تلاحظ؟ كم عدد العصافير التي تطير فوق غصن هذه الشجرة صحيح يوجد لدينا فقط عصفور واحد قام بالتحليق فوق غصن هذه الشجرة إذا سوف أكتب في البسط ماذا أحسنتم واحد وفي المقام صحيح إذا أربعة واحد من أربعة بهذا الشكل أن عصفور واحد من العصافير الأربعة يحلق فوق شجرة. لذا فإنني أكتب واحد من أربعة وأقرأه ربع. وأقرأه ربع. أحسنتم. نأتي إلى: تأكد، وأقوم بالتأكد من إجاباتي في هذا الدرس. أكتب الكسر الذي يمثل عدد الأشياء الصفراء. ثم اكتب الكسر الذي يمثل عدد الاشياء الغير صفراء. اذا سوف يطلب مني في البداية ان اكتب عدد الاشياء الصفراء في كسر ثم اكتب كسر اخر ولكن اكتب عدد الاشياء غير الصفراء. اذا لدينا هنا. كسرين سوف أقوم بكتابة كسرين. الكسر الأول يمثل عدد الأجزاء الملونة بالصفراء، والكسر الثاني عدد الأشياء الغير صفراء. نلاحظ أول تدريب لدينا. هنا. هذا الشكل. ماذا نلاحظ؟ كم لدينا كرة صفراء؟ سأقوم بتمثيل الكسر الأول عدد الأشياء الصفراء، سوف أضع في البسط عدد الأشياء الصفراء. كم نلاحظ هنا كرة صفراء؟ أحسنتم، أربع كرات، ولكن في المقام ماذا أضع؟ عدد المجموعة بالكامل، إذا بهذا الشكل، أربعة من خمسة. هذا الكسر الذي يمثل عدد الأشياء الصفراء، ثم سوف أقوم بكتابة كسر آخر يمثل عدد الأشياء الغير صفراء. كم لدينا كرة غير صفراء؟ كرة واحدة فقط غير صفراء باللون الأحمر. إذا سوف أضع في البسط العدد واحد. في المقام، ماذا أضع؟ أحسنتم. عدد المجموعة كاملة وهو خمسة إذا واحد من خمسة أو يقرأ بخمس هذا الكسر الذي يمثل عدد الأشياء الصفراء وهذا الكسر الذي يمثل عدد الأشياء الغير صفراء نأخذ تدريب آخر لدينا مجموعة من الكسور أو مجموعة من الكراسي سوف أمثلها في الكسور في البداية أريد أن أكتب الكسر الذي يمثل عدد الأشياء الصفراء، فكر ماذا أضع في البسط؟ أحسنتم، وماذا أضع في المقام؟ صحيح، إذا سوف أقوم بكتابة: لدينا كرسيان باللون الأصفر، سوف أضع اثنان في البسط، وعدد الكراسي، وعدد المجموعة كاملة. أربعة سوف أضعه في المقام بهذا الشكل. اثنان من أربعة أو ربعان. إذا بهذا الشكل، اثنان يمثل عدد الأشياء الصفراء، وأربعة عدد المجموعة بالكامل. ثم أريد أن أكتب عدد الأشياء الغير صفراء في هذا الشكل. كيف أكتب هذا الكسر الثاني الذي لدي؟ صحيح. كم لدينا كرسي غير اصفر؟ اثنان. وكم عدد المجموعة بالكامل؟ صحيح احسنتم. إذا اثنان من اربعة بهذا الشكل. هذا الكسر الذي يمثل عدد الاشياء الغير صفراء في هذا الشكل. ننتقل إلى التدريب الثالث. ما هو الكسر الذي يمثل عدد. الاشياء الصفراء في هذا الشكل. ماذا نكتب في البسط؟ صحيح احسنتم. وماذا نكتب في المقام؟ صحيح اذا سوف اكتب خمسة. لان لدي خمسة اجزاء ملونة بالاصفر. وعدد المجموعة كاملة ستة. اذا سوف اكتب خمسة من ستة وتقرأ خمسة. أستاس وتقرأ خمسة أستاس ثم أريد أن أكتب الكسر الذي يمثل عدد الأشياء الغير صفراء في هذا الشكل كم عدد الأشياء الغير صفراء في هذا الشكل صحيح واحد سوف أضع في البسط واحد وفي المقام ماذا نضع أحسنتم عدد المجموعة بالكامل يساوي ستة إذا واحد من ستة كيف يقرأ هذا الكسر؟ صحيح يقرأ سدس إذا يقرأ هذا الكسر بسدس نأخذ تمرين أربعة مع ليلى ثلاث قطع زرقاء وأربع قطع حمراء وثلاث قطع صفراء فما الكسر الذي يمثل القطع الحمراء إذا سوف أقوم بتمثيل هذا الشكل لكي تستطيع أن تجيب على هذا المثال بشكل صحيح لدى مع ليلى ثلاث قطع زرقاء سأمثل ثلاث قطع زرقاء وأربع قطع حمراء سأمثل أربع قطع حمراء أيضا و ثلاث قطع صفراء سأمثل هذه ثلاث قطع صفراء. السؤال: ما الكسر الذي يمثل القطع الحمراء؟ إذاً سوف أكتب الكسر الذي يمثل القطع الحمراء في هذا الشكل. من يجيب؟ ماذا نكتب في البسط؟ أحسنتم، أربعة، واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة. إذاً سوف أكتب في البسط أربعة. وفي المقام، ماذا نكتب؟ احسنتم في المقام نكتب عدد الاجزاء جميعها. كم عدد الاجزاء في هذا الشكل؟ واحد اثنان ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة. اذا سوف اكتب في البسط اربعة وفي المقام عشرة. عدد الاجزاء جميعها بهذا الشكل اربعة من عشرة. وتقرأ كيف تقرأ هذا الكسر؟ اربعة اعشار. وتقرأ أربعة أعشار ننتقل إلى أتحدث وسؤال للإجابة على هذا على ما يدل كل من البسط والمقام على ما يدل كل من البسط والمقام في كسر يعبر عن جزء من مجموعة معطاه وضح ذلك أترك لك الإجابة على هذا المثال لوحدك فكر ثم حاول أن تجيب على ما يدل البص والمقام من خلال دراستك لهذه التدريبات ماذا يدل البسط على ماذا يدل أحسنتم يدل على الأجزاء المطلوبة لما طلب مني أن أعد الأشياء الصفراء صحيح قمت بكتابة عدد الأشياء الصفراء في البسط، وماذا يدل المقام؟ أحسنتم، المقام يدل على عدد المجموعة كلها، نلاحظ هذه الإجابة يدل البسط على عدد الأجزاء أو الأشياء المطابقة التي يتم تحديدها من المجموعة، إذن البسط يدل على عدد الأجزاء. الأجزاء أو الأشياء المتطابقة التي يتم تحديدها بينما يدل المقام على العدد الكلي للأجزاء أو الأشياء المتطابقة في المجموعة إذا نلاحظ الفرق بين البسط والمقام البسط الأشياء التي يتم تحديدها والمقام عدد الكلي للأجزاء أو المجموعة ننتقل الى تدريب اخر اتدرب واحل المسائل اكتب الكسر الذي يمثل عدد الاشياء الصفراء ثم اكتب الكسر الذي يمثل عدد الاشياء الغير صفراء نفس ما حلينا في الامثله السابقه انظر الى هذا الشكل في البدايه اريد ان اكتب كسر يمثل عدد الاشياء الصفراء ماذا نكتب في البسط فكر جيدا أحسنتم لدينا ثلاث كرات صفراء إذا سوف أكتب في البسط ثلاثة وماذا أكتب في المقام صحيح المقام عدد الأجزاء كاملة واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سوف أكتب بهذا الشكل ثلاثة من ستة وكيف يقرأ كيف يقرأ هذا الكسر ثلاثة اسداس. ثلاثة اسداس. يقرأ ثلاثة اسداس. طيب، طلبوا مني أيضاً أن أكتب الكسر الذي يمثل عدد الأشياء الغير صفراء في هذا المثال. كم لدينا كرة غير صفراء في هذا الشكل؟ ثلاث كرات أيضاً غير صفراء. إذاً ماذا سأكتب في البسط؟ أحسنتم ثلاثة وماذا سوف أكتب في المقام؟ أحسنتم سوف أكتب ستة ثلاثة من ستة ويقرأ ثلاثة أسداس ويقرأ ثلاثة أسداس ننتقل إلى تدريب الأخير في هذا الدرس كم عدد الأشياء الصفراء في هذا الأشكال أحسنت، لدي شكل واحد باللون الأصفر. سوف أكتب واحد في البسط والمقام. عدد الأجزاء كاملة في هذا الشكل. أحسبهم جميعًا. سبعة. صحيح، إذن سوف أكتب واحد من سبعة وتقرأ سبع. وتقرأ سبع. ثم أريد أن أكتب الكسر الذي يمثل عدد الأشياء. الغير صفراء. إذاً لا أريد أن أحسب الأشياء الصفراء في هذا الشكل. كم لدينا قطعة أو شيء من هذه الأشياء غير صفراء؟ أحسنتم لدينا ست قطع غير صفراء. إذاً سوف أكتب في البسط ستة وفي المقام. عدد المجموعة بالكامل ماذا يمثل. صحيح أحسنتم إذا سأكتب ستة من سبعة وكيف يقرأ هذا الشكل؟ ستة أسباع. صحيح أحسنتم وفي هذا نكون قد أنهينا تدريباتنا لهذا اليوم ولكن سوف أطلب منكم أن تقوموا بحل التدريبات المتبقية لكي تكتسبوا هذه المهارة. ونكون -إن شاء الله- في الدرس القادم نكمل ما وصلنا له في درسنا في هذا اليوم، ونتمنى لكم التوفيق والنجاح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.